إلى هذه النتيجة بالتحليل الوافي مما يحتاج إلى الوقت الكافي. ولا أجد له المسار الوافي فيما بقي من عمري هذه الجلسات الكريمة الحافلة التي أعتبر أن انتهض وناهد وقصد له أخي الكريم الدكتور سليم منير، سواء في أطروحته التي واكبت مخاض خروج القانون الذي تقدم بقراءته، بحيث كان في إنجاز أطروحته ينسق بالتنسيق الوثيق مع اللجنة التشريعية الخاصة بهذا القانون. مع الأسف التوصيات التي خرجت فيها المطروحة من التجديد والتي كانت المرتقب أنها تسهم مباشرة في تغذية النقاش الذي سبق صدور هذا القانون، للأسف لم يستفد من ذلك الاستفادة اللازمة، لا على صعيد التعيد ولا في كثير من الفصول. ولذلك فإن الانتقادات التي استمعنا إليها قائمة على هذه المواكبة. أنا أذكر قبل أن أدخل إلى موضوع هذا العرض أو هذه المذاكرة أنه في بداية دخول الحماية الفرنسية إلى المغرب وكل إلى أحد المختصين أن يقوم بإعداد تقرير عن المحاكم المغربية بما في ذلك الإحصاء الموضوعي لمجمل القضايا المعروضة على أنظارها، وكان من النتائج الملفتة الموضوع في هذا التقرير أن في طليعة القضايا المعروضة على المحاكم قضايا النزاع في شأن الاتفاق في المياه، بحيث تقدمت بعدد لا يستهان به جميع انواع القضايا في مجموع المحاكم المغربيه، ولذلك كان من اوائل ما انصرفت اليه العنايه يومئذ بتوصيه من هذا التقرير هو صدور القانون الذي المعروف 1914. كذلك الأمر بالنسبة لكتب النوازل عموما، فإنك تجدها زاخرة بالمنازعات والقضية المتعلقة بمسائل المية، ولعل في ذلك ما يفسر كون النازلة التي نتناولها اليوم في هذه المذاكرة قد طبعت مستقلة عن كل من النوازل الكبرى دائعة الصيد للشيخ سيد عبد القادر الفاسي التي بالغ الأمر في الاعتناء بها أنها نظمت أكثر من مرة لتحفظ خصوصا في بلاد شقه، ونوازله الصغرى أيضا ذات أهمية كبيرة معروفة بالنوازل الستيني التي هي كانت بتوجيه من الفقيه العلامة سيد محمد بن الطيب الزياتي صاحب نوازل جبال عمر.
ولكن هذه النازلة وما كتب فيها طبعت في الشهر الأول الذي دخلت الطباعة الحجرية إلى فاس. نص هذه النازلة واف ببيان غنى ووفرة النوازل المتعلقة بمسائل المياه في الغرب الإسلامي. هذه النازلة تحيلنا على أشهر وأوفر كتب النوازل في الغرب الإسلامي، نوازل سحنون، نوازل بن رشد، نوازل بن لب الشاطبي، ثم جامع النوازل أي المعيار للمنشرسي، بل إن للمنشرسي نفسه فتاوى قديمة متعددة في شأن نفس الوادي، يعني وادي مسعودة الذي تتعلق به هذه النازلة. ولهذا فليس من المستغرب أن تقام منذ عهد قديم محاكم في المغرب أو في الغرب الإسلامي عموما، محاكم خاصة بالمياه، ومنها محكمة المياه التي تحدث عنها سيدي المدير آنفا بالأندلس، ومجموعة أخرى من المحاكم في المغرب نفسه لا زالت بعض آثارها قائمة لحد الآن، بل لها أعراف ومقررات مستمرة وموجودة لحد الآن في مناطق متعددة من المغرب، وخصوصا في مناطق معروفة بشح المياه في مجموعة كبيرة من الواحات. هذه النازلة أول ما يلفتنا في أمرها هو مسألة العنوان. النسخ المتقدمة من هذه النازلة ليس فيها عنوان، ولكن النسخ المتأخرة صدرت بعنوان هو نتيجة المقدمات المحمودة في الرد على زاعم ملكية وادي مسعودة. وكل من جملتي العنوان تدل دلالة دقيقة على أن وضع العنوان قد تأمل تأملا وافيا قبل وضعه، بحيث الجملة الأولى نتائج المقدمات المحمودة أن هذه نتيجة مبنية على المقدمات ثابتة وراسخة، والرد على زاعم ملكية وادي مسعودة هو إشارة إلى المرافعة. أنا أسمي هذه النازلة بمرافعة قامت بشأن هذا الموضوع. وادي مسعودة هو مؤسسة مائية جمعت مجموعة من العيون في نواحي فاس، وبنيت لها مسارات ما تزال آثارها قائمة إلى الآن، وجمعت في واد واحد. وبالأسف يسرني أن سيدي نور الدين قد عاد إلينا لأسمعه هذا الأمر، أن هذه العيون التي تكونت منها هذا الوادي الآن كلها مطوية في مجاري الوادي الحار، سواء عينيه سواء العين يغرس ما سواء كلهم الآن، لا سواء العين اللي هي تحت قصر العدالة اللي هنا في الأطلس خلف المحكمة الابتدائية، بحيث إذا نزل المطر رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل طمع هذه العين، أنا أسكن أمامها وأعرفها جارية، فإنه كلما سقطت الأمطار فإنها ترفع كل ذلك البناء المسلح وتخرج وتؤنس زبقتها. فلذلك ينبغي التفكير في هذا ثم ينبغي تنطيق هذه المجاري فيما يتعلق بهذه الموارد المائية لمدينة فاس، بحيث ينبغي النظر في حمايتها من التلوث، ينبغي النظر في إعادة استخدامها. هذه النازلة كشف النوازل
هي ليست جواب لسائل على غرار ما يوجد في عموم كتب النوازل، ولكن هو من باب فض النزاع بعد تقدم مجموعة من الأجوبة لمفتين يستشهدون بالنصوص والقواعد وأقوال الفقهاء المتقدمين، بحيث عموم النوازل الصادرة عنه هي إجابة لمجموعتين على الأقل من العلماء المختلفين في موضوع من المواضيع، وكل يدلي بحجته، بحيث نستفيد منها أن السائلين هم ليسوا سائلين عاديين، ولكن هم في الأصل من المنتصبين للفتن. هذا يظهر أولا من عرض المسألة، العرض الأول للمسألة. يقول: وبعد، فإنه قد وقع تنازع في ناعورة منصوبة بوادي ويسل من وادي مصمودة منذ سنين، فأراد فريق منعها وإزالتها، زعمين أن الوادي من كلها نشوب دورهم وسقي أجنتهم وعمل أرحيتهم لا غير، ويمنعون من أراد أخذ شيء منه منع الكليين على أي جنب. فقال الفريق الآخر: إنه لا سبيل إلى زوالها بعد إحداثها ومرور السنين عليها وغرس الأجنة عليها، لأن ذلك من الفساد الذي لا وجه له إلا إرادة الضرر وقصد الإذاية والإناد، لأن شرب الناعورة من الوادي، هنا الشرب ليس بمعنى الشرب الذي هذا غير، ولكن حق الشرب، حق من حقوق العين من الوادي، لا يضر الأسفلين شيئا، بحيث مجرد طرح المسألة الناس الذين يتحدثون في الموضوع، لا الفريق الأول ولا الفريق الثاني، يتحدثون بناء على معطيات فقهية راسخة. الفريق الأول يدعي أولا ملك الوادي، أو يستدل من جهتين: أولا ملك الوادي، ثانيا أن مياه الوادي لا تفضل شيئا للأسفل. القول الثاني يستدل أيضا من جهتين: الأول بتقدم وضع الناعورة وحيازة من نافعها بما ينفي تملك الفريق الأول الناعورة، والثانية أن شرب الناعورة لا يضر بمصلحة الأسفلين شيئا بما ينفي الإضرار بمصلحة الفريق الأول. واحتجاج كل من الفريقين مبني على دراية وتفقه، ولكن لنعلم تفقه كل واحد من الفريقين ينبغي أن نستمع إلى الحجج التي أدلوا بها. الفريق الأول يضيف إلى دعواه أن صاحب هذه الناعورة كانت له ناعورة في القديم، حسب ما ذلك برسوم بيده بشهادة من يوثق به من الأئمة كالشيخ سيدي عبد الواحد الشريسي، إلا أنه نقلها من موضع إلى موضع قريب منه فله حظ في الشرب، وتمسك في هذا النقل بكون الوادي غير متملك له حتى يمنعه مطلقا نعم له منع ما يضر به. سنجد أن الفريق الثاني أمام هذا الموجب العقلي يقدم موجبا لافيفيا. الموجب العقلي لا يقارن ويرشح دائما على الموجب اللافيفي، هذا من قواعد الشهادة. هذا الفريق الثاني بالإضافة إلى ذلك يستدل على بطلان ملكية الفريق الأول للوالي بنصوص بأمور عامة وخاصة. الأمور العامة يأتي بها بنص الشاطبي أن الأولية إذا دان فيها الماء فهو كالماء الجاري في الفلوات، بنص ابن رشد أن أصول المياه لا تستحق بالانتفاع بها، بنص الخوري أن حيازة الماء دون حيازة أصله لا عبرة بها. أما استدلاله الخاص بعدم ملكية الغير لوادي مصمودة، قال: أما وادي مصمودة بالخصوص فلا يحتاج إلى إدراجه تحت العمومات، فقد ذكر الحافظ أبو العباس بن الشريسي في معياره أنه غير متملك، وكرر ذلك في غير ما موضعه، وذكر أنه إذا تعطل شربه أو انهدم سده فإصلاحه على الإتمام، لأنه الذي يملكه،
وذكر كيفية التوظيف إذا تحضر بدونه. ثم يستدل هذا الفريق بقاعدة هي جوهر هذه النازلة، بحيث لما يختم الشيخ سيدنا عبد القادر الفاسي رحمه الله هذه النازلة يقول: من رأى معارضة في القاعدة التي بنينا عليها الأمر فله الشكر أن يضي به. يقرر قاعدة ميلوب، وهي قاعدة عامة تتعلق بسائر أبواب الاعتبار. القاعدة، قال ميلوب، القاعدة أن المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد إحداثها لأنه ينتفع وغيره لا يضر. إذن قاعدة بدليلها الحاصل فيها، وعلى أن هذه المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقات عموما تنبني على مراعاة المصالح والأعراض. الحديث الذي استمعنا إليه، حديث سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وما ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له شيئان مبنيان على عرف قائم في نوبات الصقر، يعني لا يتجاوز الامر احدى شيء. والامر في هذا ينبني ان المرافق التي لا ضرر فيها ما تتلف بكل احد، فانه لا يمنع من اراد احداثها. ثم جاء بفرع في حكم الضابط للمسألة وإشباهها مع الاختلاف الواقعي. وانصر: اختلف الفقهاء في المرافق التي ليس فيها ضرر على الجار، هل يقضى بها عليه أو ينتدب من غير قضاء؟ هل يمكنه غرز الخشبة في حائط غيره إذا لم يكن له بذلك ضرر؟ هل يحتاج الأمر إلى قضاء أم لا يحتاج الأمر إلى قضاء؟ اختلفوا في ذلك على قولين. إذن وجه الاستدلال بهذا الفرع وبالاختلاف فيه هو أن المرافق التي ليس فيها ضرر على الجار لا تحتاج إلى إثباتها، هي من حقه. الخلاف هو أن يحتاج الأمر إلى قضاء القضية لا يحتاج. ثم يأتي بنمط آخر من الاستدلال من قول ابن رشد في مسألة أحدثوا ساقية وصرفوا عليها من جهدهم ومالهم، أن ذلك لا يمنع من فوقهم من الانتفاع بها إذا كان ذلك ليس فيه ضرر على الذين قاموا ببنائها بجهدهم ومالهم. لا يمنعونهم لأن ذلك لا يضرهم شيئا. هذا المقرر الذي قرره يعني أصل النوازلي الذي هو الإمام أبو الوليد بن رشد الجد في نوازله، يقول: هذا الدليل هو من دلالة الأحرارية والأولوية. إذا كان من أحداث هذه الساقية بماله ليس لهم الحق أن يمنعوا غيرهم إذا كان ذلك لا يضر بمصلحتهم، فإن من لم يبنوا من ذلك شيئاً هم أحرى أن يكونوا منتهين. الفريق الأول حتى هو ماشي سهل، دابا هذا فريق، دابا الآن الناس اللي تختصر، شوف النصوص التي استدلوا بها والتفصيل الذي جاءوا به. الفريق الثاني، الفريق الأول، يستدلون بنص الحاجي: فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرض لم يقدم الأعلاف وكان بينهم يقسمونه بالكلب وجبهه على قدر أعماله، يعني الكلب هو هذه الزلافة المثقوبة اللي تعرفوا بها التوقيت ديال مدة جريان ديال الماء، مازال جاري بها العمل في كثير من المناطق، أو خشبة توضع فيها ثقوب يقسم بها الماء. وقام ابن الحاجب بشرح القلب بجميع أمهاته مع ما رامه من الاختصار. ويستدلون أيضا بقول الشيخ خليل في التوضيح شارحا له: ولم يتقدم هنا الأعلام أن الماء ملكه قبل وصوله إلى أرضه بسبب حماله، وبحسب ذلك العمل يقسم منه.
يستدلون ايضا بما نقله المواق عن ابن لب من ان السواقي القديمه تتعلق بها حقوق المشبعين فيها وتصير تلك الحقوق مملكه لهم بطول حياته. يستدلون ايضا دليل رابع انه من اراد انه لا بد من اذن من له النظر في وضع النحوات، لا بد من اذن السلطات. خامسها انهم قالوا ليس في كلام الونشاريسي هذا الاطلاق في الاباحه. سادسها انهم قالوا ليس في الماء ما يكفيهم وانه قاصر عن شربهم وقد تعطل كثير من الجنات والبساتين بسبب ذلك، وهي اللي جاءوا بها بشهاده لفظ. يقوم الشيخ عبد القادر بالاجابه عن كل شيء من هذه الدعاوى الستة. تنتصر الفريق الثاني وتبين انه الفريق الثاني هم الاحق والاولى بالصواب، بحيث يجيب عن الدليل الاول اللي هو النص ديال ابن الحاجب. لا يلزم الكلام معه في هذا الدليل، يقول لا يلزم الكلام معه في هذا الدليل ولا يستحق جوابا لأنه عدول عن النص الخاص في علم النازلة إلى التفقهات التي لا تجيد شيئا، فكان استدلالا فاسد الاعتبار بعيدا عن المضمار. ومع ذلك فإننا نسايره في فتوح ونجاريه بالكلام معه على ما أبداه. فقال عجبا لهذا المستدل كيف جعل الدعوة نفس الدليل، ولهذا إلا مصادرة عن المطلوب ومكابرة، فإن قوله ملكه قبل وصوله إلى أرضه بسبب أعمالهم هو حرف النزاع. كيف تستدل معي على شيء هو حرف النزاع في الموضوع، ونحن لا نسلم لهم أنه من أعمالهم ولا أنه ملكه قبل الوصول إليهم، إذ لم يشقوا مجراه ولا بنوا سداه ولا هو في أرضهم، وإنما هو من عمل مؤسسي البلاد وولاة الأمر، فهو من مرافق البلاد ومنافعهم، وأن إصلاحه على بيت المال إذا هذا ما كما تقدم. استدل أيضا بأنهم قد أصلحوه مرارا وأنفقوا عليه أموالهم فقد ملكوه بذلك، وأجيب عنهم بأن هذه مغلطة أخرى لا أدري من أين جيء بها ولا من أي جهة بذلك، لأنه إذا حكم بأنه غير مملوك وأنه من أوقاف المسلمين فكيف يصير مملوكا بإصلاحه بعد ذلك؟ فهذا ما لا سبيل الى فهمه واجرائه على القواعد العلميه، وليس كل داء يعالج، واللازم ان هذا الصوره اذا هدوا واصلحوه من مالهم ان يملكوه، او فكوا اسيرا ان يسترقوه، وكذلك كل ما هو لجانب بيت المال او للاحباس العامه كاصلاح القناطر والمحجات والمساجد والسقايات. وما اظن يقول قولهم اي الجواب على المستند. جواب هذه الشبهات كالأول أيضا، وأن على الملك يفرغ منها بوجود النص عليه بالخصوص، فلا حاجة إلى التعلق بالعمومات والظواهر، وعلى التنزل أيضا بالاستدلال بما ذكر مختل من وجود. أولا أن كلام ابن لب مجمل لاحتمال أن تكون السقية من عمل قومه فملكوها بذلك أو من عمل لا ينتفي صورة النزاع. ثانيا أنه ليس في كلامه إلا ملكية الحقوق وهي المنافع والحظوظ. ثالثها وهو من حيث الاستدلال على منع الاخذ ومحله من عرف عيسى قية اخرى الى اخره، وجوابه ان المنع انما هو لحقوق الضرر للسواق القادمة لا مطلقا. الجواب على نحو الفريق الاول بان انا لم اختصر جدا وهذه النازله وجدت الكلام فيها مشتبكا متشابكا، ففككت خيوطه خيطا خيطا، فتبين لي ان جوهر الكلام في الموضوع هو القاعده الوارده عن ابن لب، وهو جوهر النظر الفقهي في مسائل الاتفاق في المياه عموما، وبان ما بني عليها يحيط بها. انا اتجاوز هذه الاجوبه كلها، اقف لا انا اختصر ولا اطيل، بغيتي نزيد نختصر، انا الان قلبت هذه الاجوبه كلها، نقول لكم غير واحد.
هو الآخر جواب على قولهم ليس في الماء ما يكفيهم وإنهم قاصرون على شربهم. وأجيب شوف الكلام بعد تسليم هذه البينة، لأن هذه البينة غير مسلمة، لأنه ما دمت أن المجيب العدلي فالبينة التي فيها لا تقوم أمامه. بعد تسليم هذه البينة من عدم القدح فيها أو محاربتها بضدها أن ذلك مانع من الإحداث، من الإحداث أن يحدث شربا آخر. أما في صورة النزاع فغير مفيد للاستظهار الرسومي على أنه له حظا من الشرب على الجملة، إلا أنه أخذه من موضع آخر قريب من الأول. إجلم يعني أنه إذا كنتم تدعون بأنه ينبغي أن ننزع أيديكم لحاجتنا فأيدينا فيه سواء. ثم يختم بطلب إثبات ما يظهر من خلاف في موضوع نازلة، يقول فهذا ما تيسر إراده، فمن ظهر له خلاف هذا فليثبته راجيا جواب الله تعالى بعد تتبع هذه الفصول مفصلا وجاوب عن التضاح وعن قاعدة الملوك. اسمع هذا هو المهم في الموضوع، فصلا فصلا وعن قاعدة الملوك، إما بإبطالها أو تخصيصها أو تقييدها. إلا عندك شيء مثبت باش تقيد القاعدة ديال الملوك. وكذلك جواب ابن رشد الذي قال فيه الإمام الطوري، شنو قال ابن رشد؟ جرت عادة الشيوخ بتقديمه على غيره من الشيوخ لرسوخه ورغبته في الروايات وتحقيقه لها، وتقديمه القضاء والفتيا بإجماع من جل معاصريه، فلا بد من الجواب عنه أو بإبطاله أو بإبداء فارق حتى يتبين أن موضوع المسألة غير متحد أو معارضته بقادح جلي أو بنص مشهور من القوى، وإلا لم يلتفت لنزاعه وحجاجه لتبين عناده ولجاجه، فسيكون علي حسرة من دامه ويقال هذا هؤلاء إجابة عنه في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إلا قطع الشغب إلا نصوص الشريعة وما قاله الأئمة الذين هم حجة بيننا وبين الله في تبليغ شرائعه، وهم القدوة فيما نقلوه والسسود. فإن لم يقع في ذلك إنصاف وارتكب البدو والانحراف فغير مستبعد أن يعثر على المسألة مصرف طابت سليمته وثبت علميته وحسن خيامه وسلم من داء التعصب أدينه يفرق من الصحيح السقيم والمنتج العقيم. وإن لم يقع هذا بوجود كما هو الغالب المعلوم فعند الله يجتمع الخصوم ويبلسم المكتوب وتوفى كل نفس ما كسبت ويضحي ما طولت وخرجت، والله يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا أسباب الغلط في سبيل الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكتبه العبد الفقير إلى رحمة الله عن قلب علي يوسف كان الله له وليا وبحفظه. بقيت مسألة استأذن مولاي إدريس في موضوعها، وإنما ذكرتها خشية أن يقع التباس من جهتها. أنا أعرف مصدره ومستنده ومدخله ومخرجه، ولكن أخشى أن يلتبس على بعض من لم يمارس نصوص السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والتكسير أن يلتبس عليه في الأمر. الله عز وجل يتوحد العاصين لأمره الخارجين عما أمر به بنقص في الأموال وفي الأولاد وفي المياه، ويعيد المستغفرين الراجعين إلى الله، يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولكن هل يدخل في هذا الأمور الغيبية فقط والمآتم العبادية فقط؟ يدخل فيه كل فساد في الأرض. إذا كل واحد منا يتصور
الأرض وكل تلويت هو معصية، كل إسراف واستعمال جائر للمياه هو معصية. من الآن أتأمل بكل قوة هذا الذي يقع في الآن هذا الاستعمال الجائر في منطقة ديال درعا في مخطط المغرب الأخضر في إنتاج الفلاح، وما نتج عنه الآن من شنو يتسمى لا دابا اللي كانت المظاهرة ولا كذا ديال العطش، ثورة العطش. يعني بالله عليك لو كان ما دخلش الفلاح ديال زابورة شنو غيوقع لنا؟ من اللي خلق الله الدنيا وحنا الفلاحة ديال الوكالة تتسكر وتربح. ولكن المصيبة العظمى هي الاستنزاف ديال المياه. هل تدرون أن في حوض سوس ذو الطاقات المائية المحدودة ما ينتج من الخضروات ويصدر ونضرب به ونأكل به الطرش في الأسواق الأوروبية من الخضروات بأي ثمن الآن في لانا ثانية تخرجوا لنا الراجل داير مع المدورات عندي، لأنه راه هو داك تيضرب الفرشة المائية اللي محرم دوليا حنا ما لقيتو فيه. شنو هاد الشيء اللي سينتج؟ أنا تنصوب كيلو الفلفلات تيطيح عليا بالزبالة ديالنا الماء قدر له الثمن ماشي غير حسابيا. شنو غندي به؟ وبالتالي غنتشتي الفلفله سيدي يا بارك عليا الفلفله اللي غير هنايا وبلاش الفلفله، حتى الفلفله فيا من برد تطرش. الله يهديك. ما تشوف الكلام.